اكد وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف في ختام زيارة الرسميه الى قطر ان وجهات نظر طهران والدوحه قريبه جدا في مختلف ملفات المنطقه خصوصا ملف الازمه اليمنيه هذا التصريح يحمل في طياته الكثير من التاكيدات على ما كان مؤكدا طوال الفتره الماضيه من سعي قطري ايراني لتقويض جهود التحالف الشرعي بقياده المملكه العربيه السعوديه لاستقرار اليمن ووحدته وصد التدخلات الخارجيه لزعزعه امنه بالاضافة الى التنسيق المشترك بين ايران وقطر لتحقيق الاهداف المشتركه وزعزعه امن الخليج العربي. طريق قطر الى ايران طريق لم تشا الدوحه الا ان تسلكه رغم وعورته التي القت بها الى ابعد نقطه التقاء سياسيه مع شقيقاتها وعلى ذلك كان الاذعان الذي لم تبرح منه السياسه القطريه الخارجيه قد بلغ بها مبلغ المشاركة في الخيانة والطعن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن بستار من الأخوة والمحاباة والكذب. فها هي علاقة الدوحة وطهران، تبلغ ذروة لم تبلغها من قبل سراً أو علناً، لخصتها كلمات معدودات حول الأوضاع في اليمن الشقيق. ان خيانه قطر للتحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه ظهرت فيها جمله من الادله خلال الاشهر التي خلت ولكن ما صرح به وزير الخارجيه الايراني بعد زيارته للدوحه كان اشد مراره على المواطن العربي من اي خيانه اخرى فقد اكد وهو في قلب الدوحه ان وجهات النظر بين قطر وايران قريبه جدا بشأن الأزمة اليمنيه وأنهم سيواصلون الحوارات والتعاون فيما بينهم وهو يعني بذلك ما حاولت الدوحة إنكاره وهو دعم ميليشيات الحوثي الإنقلابية وإخضاع صنعاء إلى حكم إيراني بمشاركة قطر وفي قراءة بسيطة وسريعة للأزمة في اليمن نجد طرفين رئيسيين لا ثالث لهما تنطوي تحتهما جميع الاطراف الاخرى طرف الشرعيه ويقف معه التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ومن يريد استقرار اليمن ووحدته والطرف الاخر طرف الانقلابيين يقف في صفه ايران وحزب الله وقطر وميليشيات الحوثي وما تصريح ايران بان موقف قطر قريب جدا من الموقف الايراني الا تاكيدا للمؤكد هذا التنسيق بين النظامين الايراني والقطري تتفاخر به القياده القطريه فكلمات امير قطر تحمل في كل مره الكثير من الغزل الصريح بطهران التي قال انه ليس من الحكمه التصعيد معها وانها قوه كبرى تضمن الاستقرار في المنطقه عند التعاون معها تعاون قررت الدوحة أن تستفيد منه للالتفاف على المقاطعة المفروضة عليها منذ بداية الأزمة في يونيو الماضي فوجدت في إيران وأجوائها ومياهها الإقليمية الملجأ وربما الظهر الذي تستند عليه للتصعيد مع جيرانها وهو طموح من طموحات إيران العديدة في المنطقة وفي كل مرة كانت الدوحة تغرد بعيدا عن دول الخليج فعلى الرغم من الاتهامات الموجهه لطهران بدعم الارهاب والتدخل في شؤون العديد من الدول العربيه الا ان عين الدوحه لا ترى في طهران الا دوله شريفه